بص انا عندي المكرونه المسلوقه، وبرده المكرونه اللي انت حابه تعمليها. فجبت الكيس ده صوص الجبنه كان عندي موجود، فانا قلت ايه اجرب. بنتي قالت لي ماما انا نفسي فيه، عملته بطريقه سهله جدا وسريعه. يلا بينا اوريكم انا عملت صوص الجبنه ازاي. جبت بقى دي كوبايه، هو بيقول لك ربع لتر، شوف انا عامله اللتر بيعمل 4 كوبايات من دي. فهحط كوبايه ميه بارده، وممكن تحطي لبن. وادي المكرونه المسلوقه، وادي صوص الجبنه. هحطه بقى هنا كده، مشغله النار عليها، وهفضل ايه هقلب قلب بسرعه كده قبل ما الميه تسخن عشان تدوب. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تدي القوام اللي انا ايه عايزاه. بص تاخد ازاي بسرعه. وريحه الجبنه جميله ما شاء الله يعني. هنزل بالمكرونة، صوت الأول وأنا بحط، وأي نوع برضو مكرونة أنت حباه. بس أنا كان عندي دي سلقاها ساعة ما عملت اللي هي المكرونة بالتونة. بصوا كده اهي، اعلي بقى العين تسخن اهي، بس كده خلصتها. اكله برضو سريعه اهي، وتقضي برضو نفرين. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في جديد مع اكله جديده في فيديو جديد. وطبعا هشيل المكرونه المسلوقه دي، يمكن افكر اعمل لها حاجه ثانيه برضو. يلا السلام عليكم.